للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا بك فرح. طبعا بداية موسم إعلان الشركات لأرباحها، ماذا بعد موسم هذا الموسم لإعلان الشركات للأرباح، كيف ترين تحركات الأسواق؟ هل سوف تستمر هذه الارتفاعات؟ يعني السؤال هو عن جد بيطرح حاله، انه نحن كنا عم نشوف يمكن هالهايب بالاسواق بسبب الشركات وكمان الارباح اللي جاءت جيده نوعا ما. نحن هلا بانتظار شو؟ لنكون عم نستمر بالارتفاعات، نحن في انتظار بيانات سيئه من الاقتصاد في الولايات المتحده، وعندنا يوم غد هو يوم حافل كمان بالبيانات. كنا عم نحكي عن العمل، هيدي بيانات مهمه للفدرالي، كنا عم نحكي عن التضخم خصوصي الاستهلاك مهم، وطبعا النمو. فهيدي امور يعني البندل من المعلومات والداتا اللي رح تصدر يوم غد اظن رح تكون عم تحرك الاسواق، رح تعطينا صوره واضحه. اكيد ما رح تغير السياسه بشكل قريب، ما بتصور رح يكون في تغير مثلا بالقرار من الفدرالي لشهر جون مثلا القادم، ولكن التوناليتي اللهجه رح تتغير، رح نبلش نشوف تسعير الاسواق. لهل رح نستمر بهيدي اللهجه المتشدده؟ هل سوق العمل، هل الاستهلاك، هل النمو قوي فعلا ام لا؟ فهل بندر اليوم غد من بعد هالهدوء اللي عم نشوفه بالاسواق، يعني بقول للمستثمرين بكره على الارجح رح يكون في عندنا تحركات واضحه للاسواق. طب فرح، كيف ترين تحركات اليورو مقابل الدولار، خاصه واننا طبعا راينا بيانات جيده من اوروبا دعمت اليورو نوعا ما؟ صح، اليوم كمان كان في عنا خصوصي من اليابان، مش اليابان، من ألمانيا، واللي هي تعتبر طبعا من أكبر الاقتصاد في أوروبا وبيأثر بشكل واضح على قديش في عنا معنويات إيجابية أو سلبية بالأسواق. ولكن أظن أنه بعد بكير نقول أنه قوة اليورو مستمرة أو رح نغير بالسياسة. عم نسمع أكثر أصوات واضحة، السوق عم بيسعر أكثر من 90% أنه عم يتوجه لتقليص أسعار الفائدة في منطقة اليورو زون في عام في شهر جون، ولكن هاللهجة يعني بعيدة جدا عن الفدرالي الوقت الحالي. عم نحكي عن سبتمبر ونحن اوريدي في معدل فائدة أعلى بكتير في الولايات المتحدة، فأظن يمكن هالارتفاع يمكن ما يكون مستدام. طبعا بيانات يوم غد من الولايات المتحدة بترجع بتعملنا هالبالانس، بتخلينا نشوف صورة أوضح، ولكن أظن من المبكر جدا نقول أنه في احتمال لقوة لليورو في وجه الدولار الأمريكي. لا أظن أنه في عنا أي إشارات واضحة لهذا الأمر. طيب مع اقتراب أيضا اجتماع أوبك نرى ارتداد جيد لأسعار النفط، هل الأسواق تسعر المزيد من تقليص الإنتاج؟ يعني على الأقل، وكمان يمكن الهنت اللي عادة بناخدها من أوبك وقت يكون الاجتماع منه فيزيكال، منه اجتماع حقيقي، ولكن على يعني زوم أو على الانترنت، عادة ما يدل انه ما في عنا تغير في السياسة، فيمكن يكون في عنا استمرار للتقليص الحالي مش تقليص اضافي. هلا طبعا بكره في عنا بيانات من الولايات المتحدة من المخزونات تعطينا صورة اوضح، ولكن الايجابيات هالارتفاعات مدعومة اولا بالطلب من الصين، يبدو انه ينتعش ويستمر في الانتعاش. الامر الاخر التوترات الجيوسياسية اللي عم تزيد بمناطق متعددة، عم تخوفنا من سلاسل التوريد، عم تخوفنا من انقطاع كمان وصول النفط، ونحن عم نتوجه الى الصيف وكمان فاكيشنز اكثر، عطل اكثر، استهلاك للنفط اكثر. كل هيدي الامور ادت الى هالارتفاعات. لا اظن اوبك رح تقدم اي جديد، ولكن الاستمرار في السياسه كمان قد يدعم اسعار النفط لما تكون عم تتراجع بشكل كبير. طيب قراءتك لتحركات الاصول المشفره خاصه بعد الموافقه على صناديق تداول ايثيريوم؟ هلا بس بشكل بسيط، مثل ما نحن بنقول عن البيتكوين هو ذهب الاصول المشفره او هيك بنسمع عنه، يبدو الايثيريوم هو الفضه. واذا بنشوف تحركات كمان، كان في عنا ارتفاع الذهب لحق الفضه، وكان عنا ارتفاع البيتكوين طبعا لحق ايثيريوم، ولكن في اساسيات في بسبب كمان الصناديق الاستثماريه للإثيريوم. صورة بس بسيطة تاريخيا، شو صار بالبيتكوين وقتها بلشنا نتداول بالصناديق الاستثمارية؟ كان في عنا ارتفاع طفيف ولكن تراجعات بسبب موجة شراء الإشاعات وبيع الخبر. قد نرى هذا الأمر ذاته للإثيريوم قد يعطي كمان مكان أفضل للدخول، خصوصي أنه لنرجع نشوفها فعلا على أرض الواقع ونتداول فيها قد يعني نحتاج لأسابيع أو أشهر. فالارتفاعات هيك أخبار طبعا بتأدي إلى موجة إيجابية، ولكن مش بالضرورة دغري نكون عم نشوفها، ويمكن بالعكس هالتراجعات تفيدنا على المدى الطويل. طب فرح مرات، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، نراك إن شاء الله في المرات المقبلة. شكرا لك.